طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. دولة جارة مسلمة صبرت على العراق. القانون الدولي يقول لها روحي أخذي تعويضات على الحرب العراقية الإيرانية 1,100 مليار دولار. على العراق أن يدفع 1,100 مليار دولار إلى الجمهورية الإسلامية تعويضات عن الحرب. الإمام إذا يقول حرب حرب، الإمام إذا يقول صلح صلح، نعم نحن مع الإمام. شو تريدون تقولون؟ هل هو تطبيق لشعار إيران برا برا؟ على العراق أن يدفع. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. نبدأ موضوع حلقة هذا اليوم بخبر تعرض صفحة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على موقع فيسبوك كما قالت للاختراق قبل أن تتم استعادتها في وقت لاحق. وبعد عملية الاستعادة نشرت الصفحة تنويها قالت فيه بأنها تعرضت إلى خرق تقني لفترة قصيرة تم خلالها نشر صورة مسيئة ومزيفة، وأكدت معالجة الخلل وفتح تحقيق في الحادثة. صفحة الآن أنا أشاهد صفحة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على موقع فيسبوك، جاء فيها بأنه هناك تنويه، وقالت تعرضت الصفحة الشخصية التابعة للسيد رئيس مجلس الوزراء على موقع فيسبوك إلى خرق تقني لفترة قصيرة تم خلالها نشر صورة مسيئة ومزيفة، وقد تمت معالجة الخلل مباشرة واتخاذ إجراءات إدارية وفتح تحقيق في الحادث، لذا اقتضى التنويه. طبعا بحسب مواقع التواصل الاجتماعي آدمن الصفحة أو أحد المشرفين على صفحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي نشر صور لزيارته إلى ألمانيا، زيارته الأخيرة إلى ألمانيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع مسؤولين ألمانيين، زيارته إلى متحف برلين. من ضمن هذه الصور نزلت صورة واحدة، يبدو أنه الأدمن يدير صفحة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي عن طريق موبايل شخصي وليس عن طريق لابتوب أو جهاز محمي. فيبدو أنه بالغلط نزل صورة شخصية إلى صورة فاضحة، طبعا ما نقدر نعرضها وطبعا انشالت من الصفحة بعدين. ردود الأفعال على هذه الصورة اللي نزلت من ضمن صور عديدة، هي صورة واحدة، يبدو أنه تم الاختيار تقريبا 7 أو 8 صور وبالغلط حط هذه الصورة الشخصية إلى المخلة ونزلها على صفحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وصار اللي صار. بعدين الجماعة بالصفحة قال لك إنه تعرضت إلى اختراق، هي لم تتعرض إلى اختراق، وهذا ما أكده يعني الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. الاختراق يصير إنه الهكر القراصنة الإلكترونيين يسيطرون على صفحة معينة ينشرون اللي يريدونه، ربما تطول ساعات ربما تطول أيام، ولكن اللي تم نشره هي صورة شخصية من قبل آدمن الصفحة. طبعا هذا بحسب يعني ما نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. خلونا نقرأ بعض التعليقات من صفحة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي حول هذا الموضوع بالتحديد. يقول أحمد الناصري هي مال دروب، خوش صورة منزل، لا تقول موبايل انسرق وما أدري شنو، صارت قديمة. حسين علي قال هاي من كتب لكم هذا التنويه؟ عمي أنت رئيس وزراء لا تخليهم يضحكون عليك. منال الكرخي قالت عزيزي الاعتراف بالخطأ فضيلة، اللي نشر غلط ونزل الصورة من ضمن الصور
مال المتحف ما يحتاج وداعتك تنزلون هذا الشيء، لأن أنتوا هسه ذكرتوا الناس مرة ثانية بالموضوع. يقول أو تقول مستشاركم الإعلامي شنو دورة، ما أعرف ينصحكم، ترى هاي سوالفنا الإعلامية. نعم. قال ماجد السعيدي متهكما وساخرا، يقول ماجد السعيدي على صفحة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، يقول من قرأت منشوركم خابرت السيد رئيس الوزراء ويسلم عليكم، يقول انثروا العدس على الجبال كي لا يقولون جاع طيرا في زمن عادس عبد المهدي، كما يقول متهكما. أحمد الدراجي يقول أعيد تعليقي لأن الأدمن حذف، لا اختراق ولا شيء، إذا اختراق اللي اخترق الصفحة منين جاب صورة عادل عبد المهدي والوفد اللي وياه ونشر الصور، مع العلم الصور حديثة بالفعل، ماكو أي اختراق بالموضوع، ولازم يخلون الشخص المناسب في المكان المناسب. وعندنا هواي بالعراق خريجين وقاعدين، بس شغلة العراق تحزب وأحزاب. يقول أدمن للأدمن، يقول أوصيك عود هم أحذف لو تحضرني، لو أطالب بحقي أريد تعيين. نعم نعم. معنا اتصال أبو أحمد من الموصل، تفضل أبو أحمد. ألو، السلام عليكم، تسمعني أبو أحمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، شلونك أبو أحمد؟ حبيبي انت، الله يخليك، حياك الله. اليوم صفحة عادل عبد المهدي تقول، هو يعني نشروا تنويه انه تعرضت الى اختراق، ولكن بحسب الواقع وبحسب ما شفناه وبحسب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال لك هذا مو اختراق، هو اللي مشرف على الصفحة غلط ونزل صورة شخصية له من ضمن الصور، صور زيارة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الى ألمانيا. شنو رأيك؟ تاني العزيز، نعم، تحية لك والقناة الرافدين، حياك الله يا أهلا بك. عادل عبد المهدي الرجل كل شيء ماكو بيده، والله يروح على ألمانيا، يروح على بريطانيا، يروح على كل شيء ماكو بيده. أشون كان أيام المرحوم صدام حسين، كان عزة دوري تمثال بالقاعد، كل شيء ماكو، كل بيد المنافقين مالكي وهذول من الحبربشية مال إيران، كل بيدهم، لا يعمل شيء ولا يربط، فإذا هو غلط وإذا هو صح هو كل شيء ماكو بيده. نعم. أشياء ينطق خلوه بالعلاقة مالته، يروح يقول للدول هاي علاقتي هاي شكل بيها، فرضيته أهلا وسهلا، ما رضيته أنا ما أقدر أكثر من هاي. نعم. كل شيء ماكو بيد عادل عبد المهدي. شفت هذا 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 أبو اللفة اللي أذيك ساعة طلع يقول عراق حرب الإيران مليار دولار تريليون دولار لازم تدفع، هو هذا عراقي؟ هذا هذا ما شارب حليب عراقية؟ حرام عليه، لوك حليب كلبة ما أكل ولا حليب عراقية. زين أبو أحمد، المخدرات اللي عجبها إيران. أبو أحمد الخطأ وارد، والاختراق على الصفحات تتعرض لها أكبر الدول، هذا أمر معروف. الأمر انه ما تعرضت صفحه عادل عبد المهدي للاختراق، تعرضت الى غلط. زين، اذا احنا صفحه على الفيسبوك ما قدرنا نديرها بشكل صحيح، شلون راح ندير دوله وحكومه وبعدها؟ طبعا الحكومه ما اكتملت، يعني احنا ها صار لنا 6 شهور ولا تكملها، 6 شهور من تم اختيار الحكومه، اكثر وما عندنا لا وزير داخلية ولا دفاع ولا تربية ولا عدل. والله والله راسي وراسك، فلا تكمل الحكومة العراقية. الحكومة العراقية ما تكمل أبدا بحياته، ما تكمل. نعم أبو أحمد. علي أشو تكمل؟ هم يردوا وزير دفاع. أشوف كان عندنا خالد الحميدي، أنا أقول لك وزير دفاع إذا من السنة، مع احتراماتي أنا سني، أنا مثل ما يقول يشربني أنا سني، بس دعت حرامات خالد العبيدي جد وقت بيدو يعني ذهبية، وقت ذهبية. فليش الليلة لو كان سوى انقلاب خلاهم بالتنكرات ما جبل وزدتهم على إيران تخلصوا من هالنماذج. نعم. هاي كلها
هاي كلها سببها برلمانيين سنة ستر موالين لإيران يأخذوا رواتب يأخذوا فلوس يقول لك العراق طف عليه. إيران مسيبة الماي على العراق سيبتها عليها سيبتها على الشيعة. والله أنا تسع سنوات في إيران، إيران تقول ما لا فرق بين سنة الأحواس ولا شيعة العراق. فمع احترامي وتقدير كل شيعة العراق أنا منهم به، نحن أخوان، نحن دم واحد، قاتلنا إيران وقاتلنا كل العالم دمنا صار. فلا يجعلون يقولوا هذا يحكي على الشيعة وما شيعة، لا 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 أنا أتشرف بهم. لا نعم بعد نحكي على إيران. نعم. إيران دولة فاسقة وتبقى فاسقة. أريد فرشي دحق والله كنا نقعد بشي قانات عندهم هم بيناتهم يحكون. نعم. يقولون أي شيء خربان أي شيء فاسق تقدروا تسووه روح سووه بالعراق. نعم أنا أشكرك أبو أحمد من الموصل كان معنا. خلونا نتابع أبرز التعليقات على صفحة رئيس وزراء بعد هذه الحادثة، حادثة الاختراق بحسب رواية صفحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والحادثة الواقعية هو خطأ. طبعا تقول كما أثبت نفسها الكاتبة سناري الغسق، تقول والقرآن ماكو اختراق، سولفها على الدبة يا روحي، هذا الأدمن مالتك شارب عصير وما انتبه فنزل صورته، بعدين انتبه للصفحة حضرة الوزير وحدة في الصورة، لا ملابسات الحادث ولا جواريبه كما تقول، هاي كبرنا عليها يا عمري أنت. آخر قال وهو أحمد جعفر قال الرجاء إعادة صياغة البيان بأن حدوث حالة سهو من قبل الكادر الخاص بالإشراف على الصفحة مما تسبب بنشر صور خاصة هذا، وقد تمت إزالة هذه الصور وفتح تحقيق الموضوع. يعني طرح واقعي أنه خطأ وليس اختراق، يعني الأمر واضح ومبين. قلنا أنه عمليات الاختراق في المجال الإلكتروني والصفحات هذا حادث يعني وارد ويحدث في كل مكان، اليابان تتعرض، كوريا الجنوبية، ألمانيا، دول كبرى، حتى يعني حتى هناك مؤسسات أمريكية وفي روسيا في الصين كذلك متهم الصين طبعا باختراق مواقع وصفحات وسرقة معلومات من قبل شركات مثل شركة أبل وإلى غيره. ولكن أنه مثل ما قلنا أنه الاختراق يسيطر على الصفحة، ينشر مثلا بيانات، ينشر صور، هذه الصورة نزلت بالخطأ مع عدد من الصور خلال زيارة عادل عبد المهدي إلى ألمانيا الأخيرة، وإحنا قلنا نعتذر عن نشر هذه الصورة، ولكن الصور يعني واضحة وتم رفعها الصورة المسيئة من صفحة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي. نعم معنا اتصال أبو حسين من الرمال، تفضل أبو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر بالنسبة لعادل عبد المهدي والله ما يمثل إلا نفسه، يسوون مناورات والله على مضي خرمي زعان عمي. احنا اذا ما الدول العربية تنهض مع الشعب العراقي والشعب العراقي ينهض ويحرر نفسه بنفسه من هذه الاصابات، ولا ذول ترى انا والشعب العراقي واحنا نطالب حكومة انقاذ وطني باسرع ما يمكن، لانه الشعب العراقي انتهى، اموال الشعب العراقي كلها راحت لايران، يقوون بالشعب الايراني ويعافين الشعب العراقي. فاحنا نطالب الجامعة العربية والحقوق الإنسان والأمم المتحدة أن يخلصون من هذه العصابة. هذا عبد المهدي شرط حوجة بخطوة إيراك ما بيدجي. نعم. كل أما حزب الدعوة وإيران وهي ما كو فايدة. نعم.
وأنا أشكرك استاذ عمر. أنا أشكرك أشكرك أبو حسين كان معنا من الرمادي. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 10730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 12380 أفقي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، نعود اليكم لاستكمال موضوع تعرض صفحه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الاختراق، وهو بالواقع ليس باختراق وانما هو خطا من قبل الادمي. رسائل على الواتساب يقول السالفه وما بيها ياسر مصور عادل عبد المهدي، ياسر يقول كما يقول هو ما نعرف احنا، ياسر مصور عادل عبد المهدي كان مرافق مع عبد المهدي إلى ألمانيا، وخلال سفرة سوى علاقة مع بنت وأخذ صور معها، الغرض من إرسال الصور حتى يقهر نورس من باب الشقة والضحك، نورس اللي هو آدمن الصفحة كما يقول على ذمته. المهم الآدمن نوري يعني من شاف الصور وأخذ ينشر ب أخبار وصور زيارة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وبالغلط نزل هذه الصورة اللي أرسل هي صديقة اللي هو أحد مرافقين عادل عبد المهدي، يقول هاي كل ما في السالفة لا هكر ولا هم يحزنون. أبو نور الحسن من بغداد، هذه بحسب يعني الرسالة ما نعرف هل هو هذا الشخص أو غيره. يقول رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول أستاذ عمر حكومة كلهم فاسدين في جميع المجالات، ولا تستغرب من هؤلاء القتلة التي أتت بهم أمريكا الملعونة من مخلفات القمامة ومجاري الصرف الصحي كما يقول. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم، لماذا إيران تطالب بهدم ملوية سامراء من قبل سياسي السنة الذين باعوا ضمائرهم مقابل الدولار والمنصب على حساب مواطنين أبرياء من أهل صلاح الدين، ويرفضون عودة النازحين؟ هل هو تغيير ديموغرافي؟ نعم. يقول أبو حاتم الموصل يقول أستاذ عمر أخرج عن الموضوع، تحية طيبة لك ولكل كادر قناة الرافدين ومشاهدي الكرام. يقول أمريكا ضربت اليابان بقنبلتين ذريتين في هيروشيما ونكازاكي في من أرض اليابان، وفرنسا جاءت بقنبلة واحدة إلى الشرق الأوسط وهي الخميني كما يقول، ودول الجوار وأربعة عواصم دولية عربية تسيطر عليها إيران. والله إن الله لناظره لقريب ناصر المظلومين. يقول صفحة عادل عبد المهدي وغيره من اللصوص إلى جهنم، يقول وبئس المصير كما يقول، يعني ما أعرف شو ربط شنو الموضوع بالربط. مهم يعني نرجو من الأخوة بكتابة الرسائل تكون الرسالة قصيرة، تكون الرسالة واضحة، يكون الإملاء واضح، لأن احنا ترى مباشرة نقرأ الرسالة فحتى تكون واضحة. نعم، معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، شلونك أبو عمر؟ والله على الله الحمد لله، الله يخليك. صورة حلوة يعني، هي ما بيها شيء، أكو مثل يقول ساعة لك وساعة ربك، زين أدري أريد أشوف الساعة ربك يا هي هاي الساعة ربكم يا هي، بس أريد أعرف شنو هي هاي الساعة، ولفت العمر كله والزمن كله والدهر كله للدجال الأعور. أنت رايح لألمانيا وماخذ صور يعني هاي
إباحية مع هذه الفتاة وغيرها وغيرها. زين أنت عمرك إيش قد؟ أنت حشد يسمع أنت حتى مكتوب عليه للبول فقط، ما عندك كل شيء. زين أنت هذول يستحقون واحد يتحدث بهذه اللهجة وياهم. أبو عمر بس حتى نكون بالصورة ونوضح للمشاهدين أنه الصورة اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ما نعرف هل هو متواجد في بغداد؟ طبعا هو بحسب اجماع الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا اكيد هو احد الادمن احد المشرفين احد الناشرين على صفحه رئيس الحكومه عادل عبد المهدي، هل هو متواجد في بغداد ام متواجد في المانيا؟ ما ندري، حياته الخاصه هذا له من ما لنا علاقه بها. ولكن السؤال لا بس خلينا نكمل ابو عمر اذا تسمح لي. ماشي، احنا نريد هذا السؤال، صفحه لأعلى رجل في الدولة يمثل السلطة التنفيذية وهو رئيس الحكومة عنده صفحة على موقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وعلى تويتر وعنده صفحة رئيس الحكومة على الانترنت على جوجل، هاي معروفة. زين إذا رئيس الوزراء صفحته لا تدار بشكل صحيح، إذا رئيس الوزراء الآدمن مالته يدير الصفحة مالته من موبايل وليس في مكتب وعن طريق حاسبات عليها حماية، لأن هذه واجهة بلد على أساس نطرح هم التساؤل، إذا صفحة ما قدروا يديروها بشكل صحيح شلون راح يدبروها بالدولة؟ هاي صار لهم 16 سنة الجماعة شو ما يدبرها وزايد أستاذ عمار هذا بالعدس هذا شو ما يدبرها؟ هو من انت محصل عدس من دولة؟ هو من محصل من دولة في الشيفة خير الله يخليك يديروها. هذا الشخص اللي نشر الصور يعني ماكو إلا دليل واحد عليه أنه عنده ارتباط بإحدى الجهات أحد الأشخاص بحزب الدعوة، أنه أفضحها وإحنا ظهرك، أنت أفضحها وإحنا ظهرك. مستحيل أكو واحد يطلع صورة يباوع عليها ويقوم بعدين يقوم ينشرها بمواقع الإنترنت الفيسبوك وغيره وغيره وبعدين يقول والله عن طريق الخطأ والله صارت هذا كله حقيقي. هم قالوا اختراق اختراق لا اختراق صحيح هو صورة اختراق شنو اختراق هو هذا اللي شرها عند ارتباط مع مجموعة من الخبثاء اللي وياه هو من عنده بي بس شنو الفضحة؟ زين ذول راحتهم الألمانية والدول العربية والغير دول يعني أوروبية هذول روحاتهم على شنو استاذ؟ قسما بالله العظيم انطيك معلومه هذا يمين الله واي معلومات انطيتكم صحيحه حول الفضائيين موجودين بكل الوزارات مؤسسه الشهداء وما ادري شنو التقاعد العامه هاي كلها بيها بعشرات الالاف من الوهميين هذا ياهود يجي ويروح يستلم الملفات هذا ياهود يروح يجي ما حد بطل الملفات ما حد وقف هاي العمليه لحد الان من ايام ابراهيم الجعفطي وانت صاعد الى هذا الاخ عبد الزويه هذول ولا واحد يوقف الملف دكتور عمر هذا من يروح يفتح ويا مجموعه من اللصوص والحراميه السراق ماكو يفتحون ارصده بالبنوك يروحون يتفقون ويا الشركات فلان شركه وفلان شركه تعالوا احنا راح نسوي عقد وياكم بمليارين دولار راح اذا خالفنا العقد ورا ثلاث اشهر ما رجعنا لكم الجواب وخالفنا العقد انت تاخذون مثلا 5 ملايين دولار 10 ملايين دولار غرامه تاخيريه وتنفضل ان شاء الله بس هم بنفس الوقت يحولون المليارين يحولوها بس تروح على بنوك باسمائهم هم لهم واولادهم واقربائهم هذا ما يقول لك الو نعم اسمعك ابو عمر ما يقول لك احنا راح نسوي عقد نعم راح نسوي عقد وما راح نسوي كله كذب بكذب قسما بالله انجيلا ميركل تعرفهم كل الزين وهاي ابو بريطاني هم تعرفهم وغيره يعرفهم كل الزين يعرفوهم زين هاي ما تتوقع يجيب لك نص كيلو عدد يعني انا مره قلت الجماعه دول المخدرات خليته بس شوي يدير باله على التجار انه يوزعها بالحصه كيلو مخدرات بدل نص كيلو عدس او غير حصه تموينيه هم دي يشربه وهم دي يتاجر بيها يطلع فلوس رمضان والعيد ما هو كل شيء حلال على شنو الحرام اللي عندكم على شنو هو انتم اكو شيء واحد ما سويتوه حلال اكو شيء واحد سووه حلال
يقول لك احكيها بصريح العباره استاذ عمر خلي يدق، هم محتاجين الى هذا النوع من اللهجه. انت كل ما تقوي اللهجه ويا هذول العصابه كل ما الشارع الشيعي يصحى عقله، يصحى عقله، هذا عقله المدخن، العقل المحكي. زين ابو عمر، ابو عمر شوية. نعم انت تعتبره تعتبره هذا ماشي، تعتبره هذا خطا شخصي اللي صار لو امر متعمد، نعم او لا؟ من بالله امر متعمد. نعم انا اشكرك، انا اشكرك ابو عمر من السليمانيه كان معنا. خلونا نتابع ابرز التعليقات على صفحه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. ايسر يقول دوله رئيس الوزراء السلام عليكم، يقول الخطا وارد حيث البشر غير معصومين من الخطا الا ما عصم ربي. يقول لكن عندي سؤال لحضرتك، سؤال معين. يقول الناس على الصفحه ما قدروا يحافظون، متهكرت لوقت قصير، لا عاد شلون راح نأمن على العراق والقرارات اللي تأخذها أو الناس اللي تعتمد عليها، لذا اقتضى التنويه وأتمنى أن تأخذ الموضوع بشيء من الجدية. معنا اتصال أبو راشد بن عمان، تفضل أبو راشد. تحية لك أخ عمر وإلى المشاهدين المحترمون. حياك الله، يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك. بالنسبة حق الموضوع هذا هز الكيان العراقي طبعا، أن كرئيس وزراء يمثل الجمهورية في العراق يجب ان من الدور البرلماني العراقي، اما طال عمرك اجتماع عاجل، اما ينفي بما حصل او يتهم يقيل رئيس مجلس الوزراء ولذلك لسبب اشتاءت الى سمعة دولة العراق. نعم انا اشكرك ابو راشد من عمان كان معنا. يقول رعد يقول اذا صفحتك ما قدرت تحميها شلون راح تحمي مواقع الوزارات والبنوك إذا حولت حكومة إلكترونية وأنت ما عندك أي جدار حماية؟ أتمنى نطور شوية بالتفكير. أحمد فلاح قال هسا الناس شبيه جاي يعني إن كان صدق أو لا شنو راح تستفادون من الخبر؟ هو خرق سهو صار وانتهى الموضوع. احنا طبعا نقرأ لا جميع الآراء في هذا الموضوع. معنا اتصال أبو ياسين من ديالة، تفضل أبو ياسين. هذا كشف المستور هو ليس بالتفاجئ، اللي هو أضرب منه اللي هو مرجع غزة داخل وخارج العراق اللي هو السيستاني اللي اختلفت رشوة 200 مليار دولار وطبوا الاحتلال ما ينطبيع، فهذول ترجع منهم خير. وهذا عمال الحكيم وكلهم هذول والله العظيم يا عمر ترى مقضينا على بطونهم على شواتهم للنساء مع الأسف الشديد. هاي الناس تدير العراق أي وقت اللي خلت العراق اللي تحكمه هي المرجعية وتمشي العمل السياسية، هذول عايشين احتاشوا بس أسفنا جدا على الشعب مع الأسف الشديد. الشعب ينتظم هاي الناس تقودة يعني كافي ذلة وكافي عانة والله يا عمر أزد من هاي نانة بعد ما يجيبون هذا الشعب وصل ترتين ما قاعد يفتهم راضين بالذلة ليش راضين بذلة؟ هو من اللي يعلمكم وذلكم مالات الله؟ المرجع المعمم علم كلنا نعرف مالات الله، نعرف الحلال نعرف الحرام. الله سبحانه وتعالى نزلنا نبي خير نبي رسول للأمة كلها محمد صلى الله عليه وسلم هو خلانا القرآن والسنة. بعد انت جاي لاحقين إيران وغير إيران، هذا حالكم، هذا عادل عبد المهدي هاي نماذج تحكم البلاد يعني المعقولة نزلت صورة عفوية؟ لا والله بلاكي ترى هم مقصودة عمر، هم الغرب يهينونهم يعني يستفزونهم ياخذون منهم يطلعون فضائحهم بس هم ما مهتمين له ما طلع بجيبه ما يهمه شيء يقول شافه بس شعب كافي احترموا نفسكم واطلعوا حرروا نفسكم من هاي من هاي الحكومه. هاي ترى عمي مو حكم هاي عصابه، عمي جابت لكم الذل والاهانه كلها استعليه. شوفوا اذا كنا نصلي ونصوم قاعد مش بنسلم بالعراق، إذا كنا وطنيين من جاب إن أمريكا مطبوب إن إيران ومن جاب الحارس الثوري وكلكم شفتوا الحارس الثوري جسّد سووا بالمظاهرات جسّد قتل بالجنوب أو بتاع التاريخ وكلكم شفتوا أحداث 2011 ولا وشرفنا وضعنا بصمة شرف في ساعة التعريف وشفت الجد دزونا أول ما دزونا البطاجية مال مالكي مثل المعتصمين في التعريف وراها شفتوا ورا الترجمة سببونا ذول بالتواث وبالعصي هم ذول جماعة تقود العراق واليوم هسه يوم تطبل المالكي
ناس تطبل للعبادي، ناس تطبل لعبد المهدي، وهم ترى كلهم اذناب احتلال. اذا كانوا سنه، واذا كانوا شيعه، واذا كانوا كرد، كلهم جابتهم العمليه السياسيه. ادلك والله جابهم البسطال الامريكي، فهو الحاكم بالعراق حتى العراق هو البسطال الامريكي. شوفوا هسه اعترضونا وما ترضونا من الددتي، بس شوفوا والله العظيم ما استنجد المملكه، لان وسمه عار لا نستنجد المملكه، ولكن هسه هذول اللي بيشحون هذول جماعه الحشد والمشهد، هذول اللي جاي يزعجعون يسوون العراق مسرح، ترى جبتكم امريكا لابسكم بالسرب والله العظيم. فعمي يا هن يا جنوب، احتفظوا باولادكم ورجعوا اولادكم من هاي العمليه الباسه، هاي الدعايه المقرضه مال الحشد، ترى ولدكم كلها تروح ابان من جاي تدافعون عليه، من تدافعون على العراق؟ لا والله، تعال جاي تدافعون على ناس حراميه سراق، جاي تدافعون على معممين فاسدين، ما جاي تدافعون عن العراق وعن الوطنيه، ولدكم راح تذبحك بسوريا، راح تذبحك باليمن، والنب راح تروح تذبح بايران، والنب راح يجيبون ايران يذبحونه بداخل اراضينا. عمي كافي كافي، اتحرروا. حرروا انفسكم واطلعوا الظاهر وسط هاي العمليه البارده، لا حد يتوقع لا من سياسه سني ولا من سياسه شيعي هو انه يعيش برغد، لا والله العظيم الا نعيش باذن الله. وشوفت عندكم اليوم الموصل يتبايعون على مصر محافظ، فوق هذه الماساه كلها مال الموصل وكل شيء ما حد يستوعب، هاي هذول اهل السنه، والله العظيم خزوا العراق سياسيين اهل السنه، والله العظيم عيب يقول يمثلوننا. عمر هذول عمليه فبارسه يجب القضاء منها، لان صح نتامل ناس شرفاء تقود البلاد، ماكو. اريد بطل يسوي لنا ثوره، يسوي انقلاب، ماكو. عمي اعتمدوا على نفسكم يا شعب وحرروا انفسكم، واشكرك يا عمر. نعم انا اشكرك ابو ياسين من ديالك انا معنا. خلونا نقرا رسائل على الواتساب حول هذا الموضوع. يقول السلام عليكم، أحيي قناة الرافدين وأحيي الشعب العراقي. أبو حازم من الأحواز، نحييك أبو حازم، الله محييك. يقول السلام عليكم، يقول هذا مو اختراق، هم أجوا للعراق من شوارع أوروبا فاسدين وقتل جميعهم فاسدين، من المالكي للعبادي للجعفري إلى عادل عبد المهدي. الناس تعاني من الخدمات والجوع وعاطلين عن العمل، وهم ملتهين بالسفر والمواقع في الفيسبوك. المفروض ينزلون للشارع ويسمعون حكي الناس عن وضعهم، كان الله في عون الشرفاء في العراق. رسالة من أبو عمار. رسالة أخرى على الواتساب يقول فيها السلام عليكم، يقول الأحزاب العميلة والذيول تستعد لإصدار قانون الجرائم المعلوماتية المشؤوم الذي يتسبب في ظلم أغلب الشعب العراقي. نص القانون كل من يتكلم على السياسيين وعلى الأحزاب السياسية كما يقول يسجن ما يقارب 30 عاما، ما أعرف هو هذا بحسب رسالته. طبعا يجب إلغاء هذا القانون. طبعا هناك يعني قوانين تقيد من حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي. يقول يجب إلغاء هذا القانون الظالم، يقول ما فرق بينهم بين الطغاة وغيرهم. أبو محمد بن الموصل يقول هذول المتسلطين على العراق كلهم ميليشيات ولصوص وفاسدين مدربين على الانتقام من العراقي وأهله وأهل الحشيشة ومخدرات، والله يريد أن يفضحهم ويجعل كيدهم بنحرهم وينصر العراق وأهله إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة أخرى يقول فيها أخي، رسالة واحدة أخونا أنا ما أعرف اسمه دا يرسل لنا أكثر من رسالة، احنا نقدر نقرأ رسالة واحدة. نرجو من الأخوة المرسلين على واتساب، هناك بعض الأخوة هي نفس الرسالة يعيدها 4-5 مرات، مرة واحدة تكفي نقرأها وتكون قصيرة. نعود ونترجاكم الرسالة تكون قصيرة. يقول أخي عمر، هؤلاء عملاء إيران لا يستطيعون إدارة فندق، ليش هم لديهم انتماء للوطن؟ أخي يقول سألوا غاندي متى يفقد الإنسان شرفه، فأجاب عندما يأكل الإنسان من خيرات بلده وينتمي إلى دولة أخرى. يقول السؤال إلى جميع العراقيين. نعم معنا اتصال، مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. أيوة السلام عليكم أستاذ عمر. أهلا 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 أخي مصطفى، كيف حالك؟ الله يكرمك. الله يسلمك. الله يخليك. أحيي حضرتك وأحيي إخواتنا وأهلينا في جميع المحافظات العراقية، ونحيي رجال المقاومة المشروع الأبطال الشجعان، ونحيي أساتذتنا وعلمائنا في هيئة علماء المسلمين، ونحييكم ونشكركم على الدفاع عن أوطاننا وعن ديننا وعن أعراضنا وعن جميع الأديان في المنطقة العربية. حياك الله. أما يا سيدي بالنسبة لما يسمى رئيس الوزراء، أول حاجة هو مش رئيس وزراء أصلا،
ولا نعترف بشرعيته ولا بشرعية كل من نصب المحتل على قتل إخواتنا وأهلينا من جميع الأديان والمذاهب. أولا هو لا شرعي ولا رئيس وزراء ولا حد معترف به أساسا ولا يمثل الشعب العراقي لا من قريب ولا من بعيد. هو لا يمثل إلا نفسه والنظام الإيراني العنصر الطائفي الجبان والاستعمار الأمريكي والعصابات والميليشيات وتجارة المخدرات وتجارة الدين والأعراض والأشلاء والتفجير والتفخيف وصناعة الأوهام. ده أولا فلا نعترف به أصلا ولا هو رئيس وزراء. وأنا أعترض بأشد الاعتراض على كلمة رئيس وزراء. ده رئيس عصابة. راجل مش عارف هو فين يا عمي. راجل مجنون. لا عنده رؤية ولا جيب اختيار شعب ولا مزورين. كل شيء كل شيء مزور. يبقى ازاي رئيس وزراء؟ نفهمه يعني عاوزين نستوعبه بس. هل احنا قطيع؟ هل احنا ما بنستوعبوش؟ مش ممكن مستحيل. هل في نظام في العالم زي النظام ده؟ ما تعرفلوش وجهه. لا عرف نظام سياسي. دي سياسه؟ دي سياسه ولا دي اداره دوله ولا ده؟ دول ما عندهمش قدره لا اداره دوله ولا عارفين يعني ايه الشعب العراقي. اقسم لك بالله العظيم ثلاثه ما يعرفوا اصل الشعب العراقي البطل ابدا. ولو بيحكموا باراده الشعب العراقي ما كانش ده حالهم. دول يا عم ناس عايشين على صناعه الجريمه. فعار علينا اصلا نعترفوا بيه ولا يمكن نعترفوا الا باختيار الشعب العراقي. يختار ما يختار ايا كان دينه ايا كان مذهبه هنأيده وندعمه بس يجي باختياره. انما ينصبوا بعض ورا بعض كده ويزرعوا لنا فتن ويجيبوا لنا الاستعمار الروسي في سوريا والاستعمار الامريكي في العراق وهم بيدمروا في ليبيا وبتدعم ايران وعصاباتها وجايبين ناكلين من البككه عصابات ومن الحشد. بكره هتلاقي في ليبيا هيمسكوهم الثوار في طرابلس وهتشوف. فيا عمي دي عصابات. فنطالب الشعب العراقي البطل اعلن موقفك يا عم. سمع العالم صوتك. سمع العالم صوتك وبين نفسك للعالم الاعمى الجبان ونظمات حقوق الانسان العمياء الجبانه والصحافه المتخاذله الجبنه والاعلام المسيس الجبان اللي ما بيجيبش الحقيقه. وانا احييك واشكرك ونطالب حضراتكم بس بانشاء قناه ثانيه. واساتذتنا وعلمائنا انا متاكد مش هيبخلوا علينا بقناه ثانيه لان القناه دي عليها تشويش ومستهدفة عشان ما تنقلش صوت الشعوب عشان نفضلوا تحت وسيط المستعمر. هيبيعونا الامريكان لو تنينا على كده. اقسم لك بالله هيبيعونا في الاسواق العالميه زي الغنم. فيا عم النهارده لازم كل واحد يصحى لنفسه ومستقبل ابنائه. العالم ده لازم يتحاصروا. لازم نطردوهم في كل مكان. لازم نطردوهم. عار علينا السكوت على العصابات دي والقتل والدمار ده مستحيل. مستحيل. واحنا ما بنخافوش وما بنتهددوش لا من السيسي ولا من ابو السيسي نفسه. وشكرا لحضرتك. شكرا مصطفى السيد من مصر كان معنا. نقرأ تعليقات على موقع فيسبوك على صفحة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي. يقول أبو حسين الشيباني يقول دكتور هذا مو خرق. هذا الستاف اللي يدير صفحتك حدد الصور بجهازه وبدون ما يدري حدد هاي الصور ونشرها جدا طبيعية. والله يحب المسامحين. نعم. رسالة أخرى يقول فيها هناك رسائل طبعا تطالب ب توفير وظائف توفير حماية للعاطلين عن العمل. نعم الموضوع الاختراق نرجع على موضوع الاختراق حتى نوضح للمشاهدين. يعني هناك حوادث كثيرة حدثت حول العالم الاختراق الإلكتروني. في عام 2007 روسيا اتهمت روسيا بتعطيل جميع دوائر الدولة في دولة أستونيا إثر طبعا يعني صارت بيناتهم مشاكل في العلاقات. 2007 في سنة 2007 الاختراق استطاعت روسيا أن توقف الكهرباء والماء والبنوك ووسائل الإعلام. من خلال هذا الاختراق سيطرت عليه قعدت احنا مثل ما نقول بالعراقي قعدت الدولة على الحديدة. رجعت الدولة إلى عصور ما قبل الإنترنت. هذه الدول تعتمد في تشغيل الكهرباء في كلها على الحاسبات وعلى الإنترنت في إدارة التحويلات المالية وإلى آخره. فالبنوك وسائل الإعلام الخدمات الكهرباء كلها وقفت كرسالة من قبل روسيا اللي هي اتهمت في ذلك الوقت إلى دولة أستونيا. كذلك حدثت يعني حادثة شهيرة أنه اختراق مفاعل بوشهر الإيراني في عام 2010 اتهمت فيه إسرائيل بإرسال فيروس تم من خلال تعطيل هذا المفاعل و
يعني أدى إلى 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 حدوث اختلال، وكذلك إرسال جميع المعلومات اللي موجودة في هذا المفاعل، مفاعل بوشهر، إلى إسرائيل. هذه الاختراقات، مو اختراق أنه أنت والله جاي تنزل صور ونزل الصورة بالغلط وتقول والله هذا اختراق، هذا مو اختراق، هذا غلط ما بيها شيء، تقول هذا غلط وراح نحاسب عليه وتقدم اعتذار للشعب العراقي. هذا الأمر يكون أفضل وأكثر شفافية وأكثر يعني حضاري. أنت تخاطب ناس متابعيك آلاف مؤلفة على الصفحة، ده يشوفون شو تنزل وين تروح وين تجي وشنو القرارات اللي تصدرها. نزل الصورة بالغلط، قول يابا هذا نزل الصورة بالغلط، راح نحيله إلى لجنة تحقيقية، غلط صار، مو خرق، هذا مو خرق. الخرق كما قلنا يسيطر على الصفحة، ينزل بيانات بكيفة، ينزل صور بكيفة، يوقع الصفحة، هذا الهكر، مو صورة تضاف إلى مجموعة من الصور. معنا اتصال، ما سمعت الاسم. أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. كيف حالك أستاذ عمر؟ يا أهلا بيك، أهلا وسهلا بيك. تحية لك وتحية للقناة، تحية للمشاهدين، تحية لأخوان مصر الكبير، ونهنيكم ونهني الشعب العراقي والأمة العربية بدخول الشهر الكريم، وإن شاء الله الشعب العراقي منصور إن شاء الله يا ربي. بالنسبة لاختراعات ما يسمى برئيس وزراء ظلم وبنسان، هذا ما يسمى على أبو العدس المشهور أبو العدس، هذا الصوت مو أبو العدس، الصوت والله مع الأسف الشعب العراقي، هذا حتى يوم واحد ما خليه حتى يحكم العراق دقيقة واحدة. هذا إنسان يعني مع الأسف يعني هذا ليس على مستوى العراق، هذا إنسان ضعيف وخائن، أصلا هو خائن من الخونة، من صفحة الغدر والخيانة والعملاء. فإذا لم يتحرك الشعب العراقي فلن هالشكول هذه تروح من العراق، الخونة والعملاء. نحن قدرنا نشوف تكريم لمرتزقة إيران بالعراق وعلم إيران يغرف في أرض الرافدين، يعني إحنا في أي زمن في هذه الحزالات؟ فالعتب ليس على أبو الزوية وهذا ما يسمى أبو العجس المجرمات، الشعب العراقي هو الذي يتحمل المسؤول، وهو الشعب ليس ذليل، ونعرف تاريخه يكفي تاريخ ثورة العشرين يعني. بس فما هذه النومة الطويلة نتحرر على الشعب العراقي أن ينهض، لأن أبناء الشعب العراقي ثوريين وغيارة وتغيرك. شكرا أبو فيصل من السعودية كان معنا. نجاح حسن يعلق على صفحة عادل عبد المهدي رئيس الحكومة، يقول الاعتراف باختراق الموقع دليل على الضعف، ربما كان عليكم نشر، تم القضاء على مخترق الموقع ثم اعتذار، هنا ترسلون رسالة قوية كما يقول. حسين علي متهكما قال هسا عوفك من صفحتك والتهكير، شوفنا شارة لهذا الموسم، موسم البق البعوض، والله ملينا كلش، شوية يقول مو بق كأنه طائرات أو 16. علي راضي يقول أخوان رجاء لحد يعيد نشر الصورة، لأن هذا الأدمن خطية بدون ما يدري نشرها، أو يجوز واحد من الجهالة كان يلعب بالجهاز مالته. ربما ما إحنا قلنا أنه الصورة صديقته زوجته هاي حياته، لكن الخطأ الكبير أنه تدار صفحة رئيس وزراء من قبل موبايل شخصي. هذه كارثة. واحنا لم ولن نعرض صوره شخصيه له ونزلت بالغلط. نعم. رساله على الواتساب يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يقول تحيه لكم ولمشاهدي قناه الرافدين، يقول الحكومه هي عباره عن مافيات وعصابات تحكم البلد وتذهب بخيراته الى طهران، الشر والخراب والباقي في جيوبهم فقط، والشعب هو الضحيه، مع العلم أن الشعب شعب ميت سريريا كما يقول. رسالة يقول فيها، يقول جميع الشعوب تعاني ولن يشعر أحد بمعاناة الشعوب. إذن صفحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كما جاء في بيان على صفحته الرسمية الشخصية لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي، قال فيها بأنها تعرضت إلى اختراق قبل استعادتها في وقت لاحق وبعد عملية الاستعادة نشرت الصفحة تنويها، قالت فيه بأنها تعرضت إلى خرق تقني لفترة قصيرة
تم خلالها نشر صورة مسيئة ومزيفة مؤكدة معالجة الخلل وفتح تحقيق في الحادث. نشوف نتائج هذا التحقيق ونعيد نضرب بعض الأمثلة حول الاختراقات اللي يصير حول العالم. بال2012 كوريا الجنوبية كذلك تعرضت إلى اختراق لموقع رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء كذلك، الحكومة كلها تعرضت مواقعها الإلكترونية لاختراق. اتهمت في وقتها كوريا الشمالية بأنها من عملت هذا الاختراق. الاختراق طبعا سيطرت عليها القراصنة من كوريا الشمالية، سيطروا على هذه الصفحة، بدأوا ينشرون بيانات تهديدية إلى كوريا الجنوبية، أوقفوا بث قنوات تلفزيونية. هذا هو الاختراق. تم إيقاف بنوك، يعني تعاملات البنوك معاملات إلكترونية تم إيقافها. سرقة أموال كذلك حدثت وتحدث يوميا من خلال هذه الاختراقات لحسابات شخصية، لحسابات بنكية. هذا هو الاختراق اللي يصير، وليس صورة تنزل على صفحة رئيس الوزراء من ضمن مجموعة الصور. والله أعلم، احنا هذا اللي ننقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحديث الناشطين وحديث الناس واللي هو مبين على الصفحة انه ليس باختراق ولكنه خطأ وليس اختراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.